امتى رح نشتري بيت، وهل اليوتيوب يعطينا مصاري ولا لا، وماما امتى رح تطلع على القناة. كل هاي الأسئلة وكمان في أسئلة رح تعرفوا أجوبتها من هذا الفيديو. نستأجر بيت مو نشتري، نستأجر. مرحبا، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو حبايب قلبي، أنا نزلت ستوري على الإنستغرام وقلت فيها اكتبوا لي أسئلة وأنا رح جاوب عليها بهذا الفيديو. حبايب قلبي أنا اخترت شي عشرين تعليق ورح جاوب عليهم بهذا الفيديو. بتمنى اللي ما طلع تعليق وما يزعل منه، أنا عملت هدول كمية مشان ما يطلع فيديو طويل. حبايب قلبي شكرا لكم. لكل شخص سأل عن أختي وداد، الحمد لله هي صارت منيحة بس ما قدرت تطلع معي بهذا الفيديو لأنه تعبانة شوي، إن شاء الله بالفيديو الجاي رح تطلع معي. وقبل ما نبدأ بهذا الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، تضغط على جرس التنبيه حتى يصلكم كل شي جديد. بحبكم، يلا نبدأ الفيديو. حبايب قلبي هلأ خالة من ورا الكاميرا رح يقرأ لي التعليقات لأنه أنا قرأت كتير ضعيفة، فهو رح يقرأ لي من ورا الكاميرا وأنا رح جاوب عليه مشان ما يصير الفيديو كتير طويل. السؤال الأول، إيش حابة تحكي للمتابعين بمناسبة وصولك أكثر من 200 ألف مشترك على اليوتيوب وهدفك الحالي لعدد المشتركين؟ حابة أتشكر من كل قلبي على وصول 200 ألف. حابة أتشكر من كل قلبي كتير 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 عن جد، هن ما قصروا معي ووصلوني 200 قبل العيد. حابة أتشكركم من كل قلبي. وهدفك الحالي لعدد المشتركين؟ هدفي الحالي هلأ ما رح قلكم، ما رح كون طماعة وقلكم للمليون، رح خليها خلص وصلوا 500 ألف، وبعد ما نوصل 500 ألف بنفكر بالمليون. السؤال الثاني، مين هو الشخص اللي دائما بتقولي له اسرارك كل شيء؟ اختي وداد كل شيء اسراري عندها. كم سنه عشتوا بالخيمه؟ اتمنى تردي بحبك كثير. نحن من اول ما لجأنا على لبنان يعني صرنا 6 سنين. السؤال اللي بعده، مين له فضل عليكي لو وصلتي لهون؟ أول شيء الفضل لرب العالمين، وثاني شيء الفضل لخاله، هو اللي بيصور وبمنتج. عن جد شكرا لك خاله حبيبتي، ما عملنا شيء. أو شكرا لك من بعد الله طبعا. كم عمر أختك وداد؟ 14 سنة. شو أفضل يوتيوبر عندك؟ أبو فلة. أبو فل أفضل يوتيوبر عندي لأنه بيعمل تبرعات وعمل إنسانية وخيرية، لهيك أنا بحبه. سبب نجاح قناتك وزيادة مشتركين كل يوم 1000 ما شاء الله وبس حبيبتي. أول شيء الفضل لرب العالمين، وتاني شيء الفضل لكم حبايبي، أنتوا دعمتوني وخليتوني أوصل للمئة ألف، وتالت شيء الاستمرارية. قصدي الميتين ألف. أيوة كده يا وديع. وتالت شيء الاستمرارية، أهم شيء الاستمرارية. لازم يعني تستمروا بالقناة لحتى تنجحوا، وهذا سر النجاح. ومثل ما تشوفوا أنتوا بتحضروا فيديوهاتنا، أنا بنشر يومين ما بنشر ويوم بنشر، أو يوم بنشر ويوم ما بنشر، يعني ولا مرة ظليت 3 أيام. هاي سر النجاح. بتحبي سوريا ولا لبنان؟ أنا بحب سوريا ولبنان لأنه سوريا هي بلدي ولبنان اللي عشت فيها وعيت فيها، فبعتبرها أن بلدي الثاني. موقف صار معك أول يوم العيد هاي السنة؟ ما صار معي شيء. هل أنت ناوية تحجبي؟ وإذا رح تتحجبي متى؟ اسمي سلمى من مصر بحبك. أكيد ناوية أتحجب أنا، بس بدي أتحجب مثل أختي وداد، يعني عمري 13. أختي وداد لما صار عمري 13 تحجبت، فأنا ليصير عمري 13 بتحجب إن شاء الله. تدرسي أنت وداد ولا تاركين؟ لا نحن ما لنا تاركين، بس صارنا سنة من سبب كورونا ما درسنا، ما بعرف إذا لسه بدهم يفتحوا المدارس ولا لا. ليش أمك ما بتطلع معك على اليوتيوب؟
أمي ما بتطلع على اليوتيوب، ما بتحب تطلع على اليوتيوب. هديك المرة صوتها قلنا لها يا ماما بس صوتك طلع، خلينا نصور هذا الفيديو وطلعي بس صوتك، ما ردت تطلع. كيف بدها تطلع؟ وأكيد هي ما رح تطلع لا هلأ ولا بعدين. أصعب شيء واجهك بعد ما فتحتي القناة بحبك من عمان؟ أنا ما في شيء صعب علي من أول ما فتحت القناة لحد الآن، بس في التعليقات السلبية. أنا متضايقة من هيك تعليقات وبتحسس من هيك تعليقات، يعني بيكتبوا يا فقيرة ويا. معلش، التعليقات السلبية لا تهتمي لها. وكمان أنا مثل ما بتشوفوا بقرأ كل التعليقات، ومثل ما بتشوفوا إذا طلع الفيديو إذا طلع التعليقات 5000 أنا بقرأهم كلهم يعني، وبحط قلوبي مثل ما بتشوفوا بالتعليقات. أنا كتير بحط قلوبي وبرد عليكم إذا سألتوا، يعني مو مثل بعض اليوتيوبر ما يعني أنتوا عم تكتبوا وتتعذبوا. أنا ما بهتم لهذه التعليقات، لا لازم نرد عليهم. أنا ما في شيء صعب علي غير التعليقات السلبية. بلد بتحبي تزوري؟ بحبك. أنا بحب زور الإمارات. عمك أبو النور شو بيقرأ بك؟ ترى أنا مكرشة عليه والله. عمو أبو النور بيكون جوز خالتي، ساكن هون بحدنا. مثل ما بتشوفوا أنا كتير بصور عندهم بخيمتهم، فهذا بيكون بيت خالته. هل يوتيوب يعطيكي أرباح؟ بليز ردي يا أحلى يوتيوبر. إيه الحمد لله، من فترة صار يطلع لنا أرباح من القناة، فضل رب العالمين وفضلكم. شكرا لكم حبايبي. إنه يمنتج لك لأنه مونتاجك راقي، أحبك كوما. خالو هذا اللي عم يقرأ التعليقات هو اللي بيمنتجي. بحبك كثير، متابعتك من الإمارات. شو أكلتك المفضلة؟ الكبسة. إذا رحت على الإمارات بدي زورك وتطبخي لي كبسة. إمتى رح تشتروا بيت؟ حبايب قلبي بتمنى من اللي يكتبوا هيك تعليق بيكتبوا إمتى رح تستأجروا بيت، مو إمتى رح تشتروا بيت، لأنه نحن إذا اشترينا بيت البيت حقه كتير غالي وما رح نقدر عليه. وإن شاء الله نستأجر بيت بس تتحسن القناة شوي، وتتحسن القناة شوي يصير أرباحها أكتر. إن شاء الله رح نستأجر بيت إن شاء الله، الله كريم. نستأجر بيت مو نشتري، نستأجر. ليش أختك وداد ما بتنزل كتير على صفحتها على اليوتيوب؟ متابعتك من هولندا. حبايب قلبي وداد ما بتنزل كتير لأنه نحنا بنصور سوا، يعني نحنا فتحنا هديك القناة مشان نوصل للمئة ألف وناخذ الدرع، لأنه بهاي القناة ما طلع لنا درع. يلا وصلوا وداد للمئة ألف مشان يطلع لنا درع. نحنا غايتنا فتح قناة وداد لأنه مشان نوصل للمئة ألف. دايما نشوفك قوية وواعية من تردين على التعليقات السلبية، بس معقولة خلف الكاميرا تبكين بسببهم وتنقهري؟ والله الله أعلم، انقطعت الكهرباء. حبايب قلبي انقطعت الكهرباء فقررنا نطلع لبرا مشان نصوره، يعني مو محرزين نضل ساعتين مستنينه لحتى تجي الكهرباء، لأنه بالعادة بتنقطع مثل هيك تضل ساعتين، فقررنا نطلع نعمله برا. مين أول داعم إلك؟ عمو أبو تريك. عمو أبو تريك من أول ما بدأت بالقناة هو اللي دعمني، تعرفت عليه عن طريق الإنستجرام، فهو جاني من مشوار كتير بعيد وإجا مشان يدعمني. أنا حابة أتشكره من كل قلبي. اللي ما بيعرفه رح أحط لكم رابط قناته بالوصف، روحوا شوفوا الفيديو لما إجا لعندي، إجا من طريق كتير طويل إجا لعندي ودعمني، وشكرا له من كل قلبي. وإن شاء الله بهالكم يوم رح نروح نعمل له زيارة. ليش كل ما تجيكي تعليقات سلبية تعملي فيديو عن التعليقات؟ حبايب قلبي أنا بعمل هذا الفيديو لما بيكونوا 10-20 تعليق 50 تعليق ما بهتم لهم، بس لما بصير العدد كتير كبير، يعني بصير العدد كتير كبير يعني بالمية وهيك، أنا بطلع بقلكم لأنه أنا بعتبركم عيلتي الثانية. هذا التعليق من اليوتيوب آخر تعليق. ليانا حبيبتي أنا ما عندي إنستغرام، ممكن أطرح لك سؤال هون وتجاوبي عنه بالفيديو؟ حلمي والله تذكري اسمي كمان.
مين صور لك بيتك يوم عملتي جولة ببيتنا بسوريا؟ اللي صور لي اياه هو رفيق خاله، تواصل معه وقال له كان هو قريب من بيتنا، فقال له انه يصورنا اياه ونعمله فيديو. العيشة بلبنان كلاجئة منيحة ولا لا؟ بتمنى تجاوبي رفيقتك واختك من الجزائر. الحمد لله، بس الواحد ما بيرتاح الا ببلده. لهنا نكون انتهى الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله اكون جاوبت على اكثر اسئلتكم. حبايب قلبي، مثل ما قلت لكم رابط قناة وداد موجود بالوصف، روحوا اشتركوا عندها لنوصل ل100,000 وناخذ الدرع. عن جد انا كتير متحمسة لنوصل ل100,000 ونستلم الدرع. وكمان في فيديو عمو ابو تريك لما اجى لعندي كمان بالوصف، روحوا شوفوا. وهلأ بدي لكم لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتضغط على جرس التنبيه حتى يصلكم كل شي جديد. بحبكم، استنونا في فيديوهات جديدة. باي.